السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الموقف الإيراني والروسي الأخير من الإجراءات الانقلابية الأخيرة في اليمن. إذن مشاهدينا، حضر ممثلون عن إيران وروسيا ومنظمة الأمم المتحدة يونيسف مراسيم تتويج المجلس السياسي للانقلابيين في صنعاء. مصادر دبلوماسية قالت إن هذا الحضور مثل تعبيرا واضحا عن حجم الصراع الدولي الذي تخوضه موسكو وطهران في اليمن والمنطقة كجزء من استراتيجية احتواء واستثمار الميليشيا الطائفية كما يحدث في سوريا والعراق وغيرها. وكانت الخارجية الإيرانية استقبلت الإعلان عن المجلس السياسي للانقلابيين بالترحيب الكبير واعتبرته خطوة ذكية، فيما اعتبره القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو ما يتناقض مع تصريح السفير الروسي المتواجد في موسكو من أن بلاده تقف على الضد من أي خطوات أحادية الجانب في اليمن. هذه المواقف دفعت الحكومة اليمنية وعبر مسؤول في وزارة الخارجية للرد على تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واصفاً إياه بالتدخل السافر وتعبيراً عن رغبة طهران في إطالة أمد الحرب، لكن موقف الحكومة لم يقف على تصريح القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء، ولم يوجه تساؤلات لموسكو حول مواقفها الملتبسة والمتناقضة في آن، ولطالما اعتبرت الحكومة اليمنية موسكو على مسافة سوية من الشرعية. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما وراء احتفاء طهران بالمجلس السياسي للانقلابيين، وما سر التناقض في الموقف الروسي إزاء هذا الإعلان، وإلى أين ستفضي المواقف الملتبسة لطهران وموسكو إزاء الملف اليمني. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن مشاهدينا بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مواقف ملتبسة باتت هذه المرة أقل مواربة تبدت بحضور ممثلي موسكو وطهران في مقدمة مراسيم تتويج المجلس السياسي للإنقلابيين. الحضور الروسي والإيراني هذه المرة بدا تعبيرا واضحا عن حجم الصراع الدولي الذي تخوضه الدولتان في اليمن، استمرارا لعملية تحالف بينهما ضد مصالح شعوب المنطقة وانحيازا للميليشيات الطائفية في كل من العراق وسوريا وأخيرا في اليمن. نتمنى الغموض في الموقف الروسي أو في تباينات التصريحات التي أدلى بها القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء خلال حضوره حفل الإنقلابيين في القصر الجمهوري جاء مناقضا للموقف الذي أعلنه السفير الروسي المتواجد في موسكو والذي عبر فيه عن موقف بلاده الرافض لأي خطوات أحادية في اليمن، وهو ما يعد امتدادا لحرص موسكو على البقاء على مسافة سوية من الشرعية، وإن بدت متناقضة مع رؤيتها للحل التي تؤمن بضرورة إشراك المخلوع والحوثيين في أي صيغة مستقبلية للحل. الموقف الإيراني كان أكثر تشددا، وهو يحتفي بخطوة الإنقلابيين في إعلانهم للمجلس السياسي الذي يبدو أنه تم بإيعاز إيراني انتهى بوصف ما حدث بالإعلان الذكي. لا يأخذ التصريح الإيراني الروسي شكل المفاجأة، فهو بمثابة التجلي الأخير في مسلسل الاحتضان الكامل لميليشيا تنظر إليها باعتبارها أهم مصالحها في خاصرة المنطقة. لكن في موازين السياسة فإن تصريحا كهذا في لحظة كهذه كمن يصب الزيت على النار. الحكومة اليمنية اعتبرت الموقف الإيراني تدخلا سافرا، وأكدت على لسان مسؤول في وزارة الخارجية أن تصريح المتحدث الإيراني تجاه الإجراءات الأخيرة للإنقلابيين يمثل تأكيدا على استمرار الرغبة الإيرانية في إطالة أمد الحرب. ليس واضحا ما إذا كان الحضور الروسي بداية تحول في المواقف التي تبدي الحكومة اطمئنانها لها، وما إذا كانت مجرد رسائل لدول التحالف تتجاوز تطورات الشأن اليمني وتمس الملف السوري. لكن المؤكد أن روسيا تعمل بوجهين مختلفين وتنتهج كعادتها سياسة توسيع دائرة نفوذها عبر الحلفاء المتمردين في الغالب. الموقف الإيراني والروسي الأخير استبق لقاء خماسيا لوزراء خارجية الدول الكبرى في العاصمة السعودية الرياض. بحسب مصادر دبلوماسية فإنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية. هذه اليد الضالعة في تشجيع القاتل على البقاء والاستمرار في سفك الدماء لا تبدو مطمئنة، وعلى الأرجح تقف على مسافة واحدة منه. لكن السؤال، ما إذا كانت دول المنطقة جديرة بوضع حد لها أو على الأقل ثنيها؟ إذن مشاهدينا، للنقاش حول هذا الموضوع سينضم إلينا من الرياض الكاتب والسياسي السعودي جمال خاشقجي. سيد جمال، مساء الخير.
أهلا بك سيد جمال. يعني كان واضحا حضور ممثلين دبلوماسيين لموسكو وطهران حفل مراسيم تتويج المجلس السياسي للانقلابيين بصنعاء، وأيضا احتفاء إيراني كبير بهذا التتويج. ما دلالة هذا الحضور وهذا الاحتفاء وإلى ما يوحي برأيك؟ يعني موقف طهران لا يستحق التعليق لأنه معروف وسبق يعني وسبق لها ما تحدث مواقف مماثلة، نعم، ومعروف موقفها من الحالة الحوثية والانقلابية في اليمن. الموقف المهم الذي يستدعي الاهتمام به هو موقف الروسي، ذلك أنه موقف ملتبس ومعقد. مشكلة المنطقة العربية السعودية والأتراك ودول التحالف مع الروس أن الروس دولة قوة عظمى ولها اعتبارها وتأثيرها في مجلس الأمن وخارج مجلس الأمن. والموقف الروسي في اليمن مشتبه مع الموقف الروسي في سوريا، ويمكن أن يمتد حتى في أزمة روسيا مع أوكرانيا والقرم وعلاقات الدول الأوروبية. الروس في حالة مساومة لمصالحهم في المنطقة، وللأسف أن الحالة اليمنية وقعت بين هذه الأوراق التي يساوم عليها الروس. لكن كما ذكرت أن روسيا دولة مهمة والمملكة لا تملك إلا أن تتعامل معها من أجل التوصل إلى توافق ما في اليمن وفي سوريا مع الروس، ولكن حتى الآن هذا التوافق لم يحصل. نعم. يعني سيد جمال، هل يمكن القول أن موسكو قررت أن تدخل اليمن أو تدخل اليمن ضمن حساباتها الاستراتيجية يعني كورقة للمساومة؟ لا لم تكن، يعني هي موجودة في اليمن، هي كم من مرة عطلت قرارات أممية في مجلس الأمن، ولكن لم تتعدى هذا الحد من التدخل. نعم. لكن يجب أنه المملكة ودول التحالف والحكومة الشرعية أن لا يستبعدوا أي شيء يأتي من موسكو، يعني يجب الحذر، لكن من الضروري أيضا الاستمرار في التعامل. موقفها باختصار الموقف الروسي موقف سلبي تجاه قضية الشعب اليمني والانقلاب. نعم. ما طبيعة التنسيق بين المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي وبين روسيا في هذه المرحلة؟ يعني وهل نجحت السعودية في تحصين جبهتها في اليمن؟ المملكة تتواصل مع الروس، في حصلت زيارتين لسمو ولي العهد، نعم، للروس العام الماضي. طبعا كان محور الزيارات هو الموقف الروسي في المنطقة خاصة سوريا، وأكيد أن إذا انفرجت العلاقة السعودية الروسية في سوريا فسوف تنسرج أيضا في اليمن. لكن هي كشعرة معاوية لم تنقطع بعد، ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة، وهذا حتى ظاهر الآن في زيارة الرئيس أردوغان إلى مع الروس، اتفقوا على كل شيء إلا موضوع سوريا. حتى الآن لدينا نحن العرب مشكلة مع الروس في فهمهم للتحولات الحاصلة في سوريا وفي اليمن. نعم. يعني سيد جمال، أنتم في المملكة هل هناك تخوف من المواقف الملتبسة في الموقف، يعني في الموقف الروسي؟ شوف، أنا كمراقب وكصحفي يجب أن نتخوف، يجب أن نتحسب للمواقف السلبية الروسية ونستعد لها، لكن الضروري أيضا استمرار التواصل مع الروس لاختفاء شرهم أو أن لا نيأس من احتمال كسبهم إلى صفنا بشكل أو بآخر. نعم. هو من المقرر أن يعقد أو يعقد وزراء خارجية الدول الخمس اجتماعا في الرياض لبحث الملف اليمني، هل تعتقدون أن هذا اللقاء سيخرج بمشروع حل عادل ومنصف للأزمة اليمنية؟ وأيضا ما مدى قدرة هذه الدول على فرض مشروعها على الأطراف اليمنية؟ أتوقع أن الرياض سوف تذكر المجتمع الدولي بأن الحوثيين وصالح عندما رفضوا
الحل السلمي الذي طرح في الكويت لم يرفضوا حلا قدمته السعودية أو قدمته الحكومة الشرعية اليمنية، وإنما رفضوا حلا أمميا قدمته الأمم المتحدة. فيجب على المجتمع الدولي أن ينتفض من أجل الأمم المتحدة وأن يلزم الحوثيين بالتوصل إلى اتفاق. فحشد المجتمع الدولي خلف الأمم المتحدة في اليمن أعتقد أنه باب ممتاز أو باب مهم جدا لتليين المواقف للضغط على الحوثيين والانقلاب والتعامل معهم، ليس كطرف سياسي في اليمن وإنما كحالة انقلابية. هم طرف سياسي بعدما يتخلصوا من حالة انقلابية، لكن الضروري في هذا اللقاء الذي سوف نراقبه باهتمام أن نركز على الحالة الانقلابية وخروج هذا النظام القائم في صنعاء يعني عن الشرعية، كانت شرعية الدستور اليمني أو الشرعية الدولية التي لا تقبل بالاستيلاء على السلطة والقوة. نعم، لماذا دخلت روسيا ضمن هذا اللقاء؟ يعني هل يبدو الأمر كنوع من سحب موسكو إلى دائرة الوسطاء هذه المرة بدلا من الإبقاء عليها كوكيل حصري لطهران كما يحدث في اجتماعات مجلس الأمن وغيرها؟ كما ذكرت لك، روسيا جدا مهمة، لا يمكن أن اتفق المجتمع الدولي على سياسة للضغط على الحوثيين في اليمن وعلى عبد الله صالح بدون الروس. فبالتالي المملكة من الطبيعي أن ترحب بمثل هذه المشاركة من قبل الروس، حتى وإن يعني كان الروس في الجانب الآخر. نعم، ما الذي بإمكان الرياض أن تحققه في هذا اللقاء الخماسي في بلادها على يعني على مستوى أهدافها في اليمن؟ يعني ربما تتحقق الفراجة وربما لا نحصل شيء. نتذكر جميعا أنه مثل هذه اللقاءات حصلت عشرات المرات حول سوريا طوال الخمس سنوات الماضية ولم تؤدي إلى انفراجة، لكن لابد من الاستنبار بمثل هذه بهذا التواصل، خصوصا أن توجد قوات على الأرض يمكن أن تزحف في أي لحظة باتجاه صنعاء وغير صنعاء. وأنا ممن يؤمن بأن الذي يؤخر الحسم العسكري ليس المسائل العسكرية وإنما مسائل سياسية لا أكثر. نعم، يعني سيد جمال، يعني بهذا السؤال الأخير، يعني التغيرات في الساحة اليمنية سواء سياسية وعسكرية، إلى أي مدى هذه التغيرات ستفرز تغيرات أيضا في المواقف الدولية؟ المجتمع الدولي غير مهتم كثير بالحالة اليمنية، كل المهتم بجانب منها. الأمريكان مثلا مهتمين بحالة القاعدة، الروس يستخدموا اليمن كورقة من أوراق الضغط لوجودهم في الشرق الأوسط. اليمن مشكلة الوضع العربية السعودية من الدرجة الأولى، ومشكلة دول الخليج ثانيا، وقبلهم مشكلة الشعب اليمني. المجتمع الدولي مهم، ولكن هنالك التدافع ما بين وجهات النظر السعودية التي تريد عملية سلمية سياسية نشطة في اليمن، وإيران وحلفائها التي تريد فرض الأمر الواقع. وللأسف الإيرانيين لديهم حليف مهم جدا اسمه روسيا. نعم، إذن وضحت الصورة. الكاتب والسياسي السعودي سيد جمال خاشقجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح من لندن. دكتور محمد، مساء الخير. هلا مساء النور. أهلا بك دكتور محمد. يعني دكتور، كيف تقرأ مؤشر تحرك إيران الأخير فيما يخص دعم خطوات الانقلابيين في تشكل هذا المجلس رغم الرفض الدولي والإقليمي الواسع؟ طبعا هذا يندرج ضمن السياسات الإيرانية المعروفة المخالفة والمتمردة على الشرعية الدولية، والتي يعني استمرت منذ بداية الثورة الخمينية في طهران. إيران تعول ليس على انتصار، لكن دكتور من الواضح أن هناك احتفاء كبير هذه المرة.
يعني دكتور الواضح هذه المرة هناك احتفاء كبير من قبل إيران بهذا المجلس. سياسة إيران هي تعرف أن الحوثيين لن ينتصروا، هي تعرف ذلك وعلى يقين من ذلك، لكنها تريد أن تستنزف التحالف العربي في اليمن، هذا هو الهدف، وتريد أن تشاغل المملكة العربية السعودية تحديدا وتقايضها في ملفات أخرى في سوريا وفي العراق وفي ملفات إيرانية ربما داخلية، تتهم طهران الرياض بالتدخل فيها وتحريكها، ليس من قبيل إذاعة الأسرار أن المسؤولين الإيرانيين في الأسبوعين الأخيرين شنوا حملة كبيرة على الرياض بدعم التمرد الكردي في إيران، وأيضا هناك اتهامات للرياض بتدخل في الشأن الإيراني بما يخص دعم البلوش في السنة في إيران. طبعا هذا لتغطية على التدخل الإيراني في اليمن، لكن الإيران للأسف الشديد تنظر إلى اليمن على أساس أنه مجرد ورقة للتفاوض على ملفات أخرى، وإلا فإنها تعي وتعلم يقينا بأن الحوثيين لن يحرزوا شيئا من التقدم ولن يكون لهم الأمر، لأن الوضع الشعبي والوضع الإقليمي والدولي لا يرضى بوجود مثل هذه الجماعات المتمردة والإنقلابية. نعم، يعني دكتور فيما يتعلق بالموقف الروسي، بدأ الموقف الروسي متباين ومزدوج حيال الأزمة اليمنية، ففي حين صرح وزير الخارجية عن قلقه حيال الإجراءات الأحادية فيما يخص مجلس الإنقلابيين السياسي، يصرح القائم بأعمال السفير الروسي بصنعاء بمباركة تشكيل هذا المجلس ويحضر أيضا حفل تتويجه، برأيك ما سبب هذا التناقض في مواقف موسكو؟ أنا أعتقد أننا ينبغي أن ندرس الموقف الروسي في اليمن من إطار أوسع، من الإطار الدولي الأوسع، في إطار علاقة واشنطن وموسكو. موسكو تحاول أن تناكب واشنطن في الساحة اليمنية، كما أنها تحاول كما يفعل إيران كذلك أن تكسب أو تربح مزيدا من الأوراق فيما يتعلق في سوريا وأوكرانيا تحديدا. وبالتالي الموقف الروسي الضبابي هو نوع من الابتزاز التصوري، الابتزاز الواضح للتحالف العربي، الابتزاز الواضح أيضا للحكومة اليمنية، ونوع من الملاكفة لواشنطن. نعم دكتور، ما الذي يدفع موسكو أحيانا للوقوف على مسافة واحدة من طهران في اليمن؟ يعني كأن ذلك كان أيضا في مجلس الأمن أو في تحركاتها الدبلوماسية على مستوى ممثليها في اليمن. هي لا تقف على مسافة واحدة من أطراف المختلفة، هي تقف بالقرب من إيران. موسكو تنسق سياساتها في المنطقة بشكل عام، من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى ملفات أخرى تنسقها مع إيران. واليوم طبعا القاذفات الإسرائيلية تنطلق من الأراضي الإيرانية لضرب حلب وحمص والأراضي السورية، وبالتالي الموقف الروسي وواضح، لكن ما أعتقد أن الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الأكبر فيما يتعلق ببعض التغييرات التي تطلع على الموقف الروسي، لأنه لم يكن هناك تواصل دبلوماسي بشكل مكثف مع الروس، وما هي الزيارات التي قام بها المسؤول الكبار من الحكومة اليمنية للجانب الروسي في الوقت الذي اجتمع الانقلابيين مع ممثلي الروس في الداخل في السفارة والملحقيات العسكرية وغيرها بشكل شبه يومي. نعم، يعني دكتور هذه المواقف الأخيرة، المواقف الروسية والإيرانية، يعني إلى أي مدى ستؤثر في مستقبل الحل في اليمن؟ أنا لا أعتقد أنها ستكون مؤثرة، لأنه في الأخير لدينا في اليمن قرارات دولية واضحة، لا يمكن لروسيا أن تخرج عن هذا الإطار، وهي مررت القرار الدولي 2016، لكن للأسف الشديد وموسكو تعرف ذلك، لكنها تريد أن تلعب على مسألة أوراق أخرى إقليمية ودولية في العلاقات بينها وبين سواء دول مجلس التعاون العربي أو العلاقات بينها وبين واشنطن والغرب بشكل عام. نعم، هناك أنباء عن يعني عن اجتماع سيعقد، اجتماع خماسي للدول العظمى هناك في الرياض، يعني ما توقعاتك لمخرجات هذا اللقاء؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي السعودي السيد جمال خاشقجي، وأيضا أشكر الدكتور محمد جميح المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من لندن. ختاما مشاهدينا أشكركم على كرم المتابعة، حتى الملتقى، في أمان الله.